السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي المشاهدين، في استعراض لتحليل خاص بالإعلان الأول للحلقة 11 من مسلسل طائر الرفرف وتوقعات للحلقة القادمة. كما رأينا في الإعلان، فبعد أن اتهم يوسف سايران في شرفها وأخبر فريد بأنها أخطأت معه فيما مضى، سينقلب فريد على سايران ولن يتحمل تقبل تلك الحقيقة الكاذبة. لكن المؤكد أن هذا سيجعل سايران تكره يوسف نهائيا، وفريد قام بهذا لكي تعرف سايران من هو يوسف. والأكيد أن فريد سيعلم أن سايران لم تخطئ وسيتأكد من هذا مع مرور الوقت. رأينا أن فريد تسبب بفضيحة ستنشر في الجرائد، ولعل تلك الفضيحة هي ظهور صور التقطت له مع بيلين. ولكن لماذا غضب كاظم من الخبر؟ وهل لهذا علاقة بسونا؟ وخالص أغا ربما سيعلم بما فعله فريد، وهذا ما سيعقد الأمور. إيفيكات ستحاول تزويد سونا من فؤاد كما قلنا من قبل، وهذا ما سيجعل أسومان تنقلب رأسا على عقب على سايران وسونا، رغم أن سونا سترفض لأنها معجبة بعبيدين. بيلين سترحل بطلب من غولغان والدة فريد، وستحذر فريد من هاتفها. لكن هل ستعود أم لا؟ ربما ستعود بيلين مع مرور الوقت لتخبر فريد بأنها حامل منه، وهذا هو أكبر احتمال. رأينا أن سايران ستحاول مساعدة فريد، لكن هل ستتحسن علاقتهما أم لا؟ وهل سيفهم فريد أن سايران ترفضه فقط لأنه يخونها دوما مع بيلين، وهي تريد فقط أن تكون الوحيدة في حياته وأن يحبها فريد كروح وليس كجسد؟ وهذا ما لم يفهمه فريد لحد الآن من سايران. نصل للنهاية أعزائي المشاهدين، لا تنسوا دعمنا بلايك اشتراك وتفعيل الجرس ليصلكم الجديد والمزيد دوما. سلام.